السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تخزين البامية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، الطريقة الصحيحة والسليمة اللي اتربينا عليها من والدتي ومن جدتي الله يرحمها. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، بتاخدش مننا اي وقت خالص، بس يعني ده الطريقة الصح اللي بحيث ان انت تطبخي اخر كيس زي اول كيس. الطريقة دي ممكن تقعد معاكي في الفريزر اكتر من سنة. ان شاء الله هنعملها مع بعض، جربوها على طريقتي هتعجبكم جدا. اول حاجه، لما تيجي نصايح، لما تيجي تشتري الباميه حاولي تشتري الباميه اللي هي ملمسها ناعم، بلاش الملمس الخشن اللي يبقى فيه زي شوك، لان اللي زي شوك دي بتبقى شيخه، وكمان ما تكونش مطرقعينه. لو ضغطتي على الباميه كده تلاقيها بتطرقع معاكي، دي اعرفي ان هي نوعها مش كويس ومش بتبقى طعمها كويس في الاكل وبيبقى فيها مراره وكده. حاولي لما تيجي تشتريها ما تجيبيش فيها اللي هي العنق الطويل ده، لان بيفرق معاكي في الوزن، لكن اللي بتبقى العنق بتاعها صغير بالشكل ده بيبقى احسن بكتير. دي جايباهم كيلو ونص، فلاحه جارتي جايباهم لي الكيلو ونص ب 15 جنيه، طازه ولسه النهارده جامعينها من الارض. اول حاجه انا غسلتها غسيل كويس جدا، غسلتها كويس جدا وسبتها صفيتها من اي ميه عليها. مستعجله حطيها على فوطه، انا غسلتها وسبتها صفت ميتها خالص، تمام اهي مش عليها اي ميه خالص. بعد كده بمسكها بقى امحها بالشكل ده كده، بتمشي في اتجاه القنع بتاعها، القمع بتاعها، شوفوا كده. واحدة تانية اهي، شوفي. بلاش يا جماعة حكاية الناس اللي بتقطعها من النص والناس اللي بتقطعها من فوق عشان تنجز، اهي شوفي تبقى معاكي زي القرطاس بالشكل ده، وبتقطعي جزء صغير من تحت. في ناس بتقوم جاية عاملاها كده، تقوم قطعة كده، شوفوا بتعمل معاكي خرام من هنا كده، مش عارفة مش واضحة في الكاميرا. وتقوم جاية قطعة من النص، ده غلط، لأن مجرد ما تيجي تغسليها هتلاقيها طلعت اللي هي المادة اللزجة اللي جواها، فبتبقاش حلوة وبتخليها في الفريزر تلزق في بعضها. حاولي ان انت تقمعيها بالطريقه دي، هي الطريقه الصحيحه، بلاش تقطعيها خالص. يعني لو في قرن معاكي طويل شويه اوعي تقطعيه، هتبهدل معاكي الدنيا. شوفوا ده شكلها. هكمل بقى الكميه بتاعتي يا بنات. انا على فكره حاجه نسيت اقول لكم عليها، في قرون عندي كبيره وفي قرون صغيره، شوفوا دي التقاوي الصغيره خالص. لما هاجي ان شاء الله اعملها هسلق، هفرزها اللي هو جزء كبير وجزء صغير، تمام. الكبير هطبخه مع بعضه والصغير هطبخه مع بعضه، اما اذا انت جايباه مقاس واحد ده افضل بكتير، بس انا عشان جولي بقى وجارتي جايباهم لي وكده فهعمل الطريقه ديت وخلاص، مفيش مشكله. ان القرون هي باينه ان هي كبيره بس هي مش كبيره قوي، بس لو حطيتيها مع دي في الطبق مش هتبقى ظريفه، فاهمين قصدي؟ فهعمل اللي زي ما قلت لكم، دي الواحده ودي الواحده. هخلص بقى الكميه ان شاء الله وارجع لكم. ودلوقتي يا بنات بعد ما خلصت تقميع الباميه بتاعتي، شوفوا عملت اللي هي الصغيره اللي بالشكل ده، عملتها مع بعضها لان مش بحب ان انا احط الكبيره مع الصغيره، فقسمتها بالشكل ده، الصغيره ودي الكبيره شويه. دلوقتي تعالوا معايا بقى نشوف هنعمل ايه. معانا هنا بقى على النار، حطيت حله غليت فيها ميه يا بنات زي ما انتوا شايفين، هحط فيها معلقه ملح، حوالي معلقه ملح كبيره، وعصره ليمونه. الليمون ده بقى هو اللي بيحافظ على لون الباميه بتاعتي. وكمان عشان عارفين شوفوا بتفور ازاي من الليمون، وكمان عشان تحافظ لي على، عارفين اللي هي الماده اللزجه اللي بتطلع من الباميه بتخلصنا منها، فهي بجد موضوع الليمونه ده مهم جدا عشان حتى لون الباميه. هنزل دلوقتي بالباميه بتاعتي اهو. البامية بنسيبها حوالي على النار في المية المغلية حوالي من 3 لـ4 دقايق، وما بنطولش عليها اكتر من كده. شوفوا هتبدأ بقى لونها دلوقتي يفتح وتبقى خضرة خالص. خليكم معايا، هسيبها بقى 3 4 دقايق وارجع لكم. وكده يا بنات اهي البامية بعد ما قعدت حوالي 4 دقايق في المية، بصفيها كده بالشكل ده، هطلعها وهوريكم. هنروح بقى تحت المية اللي في الحوض هنعمل فيها ايه.
شوفوا يا بنات بقى المية نزلت بقى لونها غامق ازاي. المية الغامقة دي نتيجة المادة اللزجة اللي في البامية نزلت فيها، فبقى لونها متغير زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بقية الكمية بتاعت البامية بتاعتي في نفس الحلة ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هنبدأ ننزل بقية الكمية بتاعتي اهو. عما هي ان شاء الله تاخد الوقت بتاعها اللي هو الاربع دقايق بتوعها على النار، هوريكو انا هعمل ايه في الكمية الاولانية. تحت الحوض بقى في المية كده هنزل عليها بالمية بتاع الحنفية بالمية الجارية كده، اغسلها كويس جدا. شوفوا لونها جميل ازاي. هسيبها بقى تصفى ميتها خالص، يا خلاص كده اتغسلت كويس اهوت. شوفوا بقت لينة شوية، مش اللي هي كانت شادة، بقت لينة مش مستوية، هي واخدة ايه بقت طرية اكتر شوية بس. ودلوقتي يا حبايبي جبت مية فيها تلج، مية ساقعة جدا وفيها تلج، هدي البامية بتاعتي صدمة كده في المية بتلج زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها شوية عم اطلع التانية ان شاء الله، وبعد كده هصفيها وهوريكوا هعمل ايه ان شاء الله فيها. جبت برضو باقي الكمية اهو، هغسلها برضو نفس الطريقة. شوفوا يا بنات لونها والله جميل جدا ما شاء الله، الليمون بصراحة بيخلي لونها حلو جدا. هسيبها بقى دلوقتي تصفي ميتها وهنزلها بمية تلج برضو. دلوقتي بقى يا بنات خلاص اهوت طلعتها من المية الساقعة اللي بتلج وبصفتها خالص من المية. هنجيب فوطة ونفرد عليها البامية بحيث الا لما نحطها في الكيس تكون مفيش فيها اي مية خالص، وكمان عشان ما تبقاش مطلعة من الفريزر تكون كل حبة منفصلة عن التانية. هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. ودلوقتي معايا فوطه وزي الفل اهي معايا نظيفه، هنزل عليها الباميه بالشكل ده وهفردها تماما. وده يا بنات شكل الباميه بعد ما فردتها على الفوطه معايا. كل حبايه هتبقى حبايه منفصله، دي الصغير الحجم الصغير وده الحجم الاكبر شويه. هسيبهم ساعه كده لحد ما يصفوا ميتهم خالص وينشفوا تماما، وهنبدا نخزنهم مع بعض ونفرزهم مع بعض ان شاء الله. هسيبهم كده ساعة وارجع لكم. وده يا بنات خلاص كده البامية اهو شوفي نشفت، وشوفوا لونها جميل ازاي، حلوة جدا. انا سبتها لحد ما نشفت خالص ما عادش فيها اي مية خالص، شوفوا ده يعني مش فيها اي مية خالص. هبدأ دلوقتي ان انا بقى افرزها في الاكياس بتاعتي واوريكو انا بعمل ايه. وهنا يا بنات خلاص اهو حطيت في كل كيس، عملت 3 اكياس، كل كيس فيه نص كيلو، انا جايبه كيلو ونص كده عشان بس على قد التصوير، وهخزن بعد كده زي ما انا عاوزه. طريقه التغليف بقى بحط اهو في الكيس وبطلع اي كميه هواء تماما في الكيس، وبجيب قطعه ورق الومنيوم زي ما انتم شايفين كده واحطها كده، وعندي المكوه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده بنشيلها، شوفوا خلاص كده اهو. لو عملت الكيس خلاص هو كده اتقفل، لما انا لزقته يعني عملته بالنار فخلاص اهو كده. وتتاكدي تماما ان مفيش فيه اي كميه هواء. هنعمل دي كمان مع بعض سوا ان شاء الله اهو. شوفوا بتحطي كده قطعه القصدير اللي هي الالومنيا وكده بس. انا بفرد ليه الحبايه عشان لما اجي اطلعه مفيش حبايه تكون ماسكه في التانيه. طبعا تلاجتنا كلها كويسه جدا ومش بت وبالشكل ده شكل الباميه بتاعنا. اتمنى لو اول مره تشوفوا قناتي يا بنات اتمنى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واللايك والشير. الطريقه دي احسن طريقه لتفريز الباميه، دي الطريقه الصحيحه. معلش بقى انا طولت عليكم بس حبيت ادي للفيديو حقه عشان في ناس انا شفتها بتفرز الباميه يعني يا دوب تجيبها تقمعها من غير غسيل وتقوم مدخلاها الفريزر. صدقوني بجد لو شويه هوا سايبينها
بيسودوها وبيغيروا طعمها وبيدوا فيها مرارة كده في الأكل، لكن الطريقة دي الطريقة الصحيحة السليمة اللي اتربينا وتعودنا عليها. والدتي وجدتي طول عمرهم بيعملوها بالطريقة دي وبتبقى منهم زي العسل. أتمنى إن يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو أي حد عنده أي ملحوظة على الفيديو يا ريت تقولولي في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا على السبسكرايب واللايك والشير، وشرفتوني ونورتوني لكل الفانز الجداد اللي عندي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.